السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية ليك يا حاج مصطفى والجميع المتابعين. يا جماعة، أنا شفت فيديو واحد بعتهولي من شوية أو النهاردة، واحد بيتكلم، واحد من المشاهير بنوع الحمام يعني لحن، بيتكلم إن هو جايب حمام من واحد عنده حمام من حمام الشركة الفرنسية بالفيديو. والكلام ده طبعا أنا أعتقد بنسبة كبيرة جدا إن هو كذب، لأنه هو حاطط صورة واحد صديق ليا هنا في الكويت، الحمام ده بتاعه متصور هنا في الكويت. يا ريت الناس تتأكد قبل ما تشتري أي حاجة، لأن عملية النصب بقت كتير جدا. وشكرا لكم جميعا. السلام عليكم يا جماعة، معلش تكملة للفيديو لأن بصراحة كنت مستعجل شوية، كان عندنا مباراة وكان الشباب هيبدأ. تكملة للفيديو، يعني الناس دي أول ما بتبدأ الفيديوهات بيبدأ يقول لك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب يا أخي، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا. طب ليه كده أنت تأكل عيالك من مال حرام يعني؟ ومش هو بس لوحده اللي عمل كده، في واحد تاني برضه مشهور جدا برضه عمل نفس الكلام، قال لك انا عندي حمام من حمام الشركة الفرنسية، وهو حمام بتاع مزارع دينا يعني، مع احترامنا لأي سلالة موجودة يعني، كل الناس تقدر تبيع يعني. بس بصراحة يعني الغش حاجة مش كويسة يعني، حرام لما يعمل حاجة زي كده يعني، يقول ان هو عنده سلالة جاية من الشركة الفرنسية وواحد صاحبي عنده الفيديو. طب ابعت لنا الفيديو، ما فيش فيديو، طب ليه كده يعني؟ طبعا بنشكر الاستاذ احمد بركات، ونحاول نوضح شويه الموضوع. الموضوع ان هو احد القنوات المشهوره، مشهور اتشهر بالحمام اللحم اكتر حاجه، ان هو بيقول ان هو راح لواحد هنا في مصر اشترى منه القص ب 500 جنيه، قص اللحم ب 500 جنيه، اللي هو على وش شغل يعني، وان هو من ولاد الحمام اللي بختم الشركه الفرنسيه اللي حضرتك كنت شايفه من شويه دلوقتي ده. وطبعا اخد لقطه من الفيديو اللي فيه القص اللحم الفرنسي اللي في اول الفيديو القصير ده. طبعا ده حمام في الكويت، الحمام ده مش موجود في مصر، والختم ده احنا عارفين هو عند مين. الحمام اللحم اللي بالختم ده مش موجود في مصر الا عند واحد او اتنين فاحنا عارفينهم، اللي هم جايبينه من الكويت يعني. ما يصحش، انا بقول له ما يصحش، مش هنقول اسمك في الفيديو ده، لكن ده تحذير. اذا ما حذفتش الفيديو اللي انت بتقول عليه حمام من يعني اللي هو بختم الشركة الفرنسية، احنا بعد كده هننشر اسمك وبالتفصيل.